استاذ حسين ايوب، سمعنا راي الدكتور عبد الله العساف، ايضا استاذ جان عزيز من باريس. بدي اخذ رايك استاذ جان عزيز وتعليقك بدايه حول الاجتماع الذي عقد في الاليزيه، وما رشح من معلومات حول الاجتماع الفرنسي السعودي. كمان مجددا مساء الخير لك ولزميلنا حسين وللمشاهدين. صار معروف تقريبا انه الاجتماع لم يكن ناجحا. السبب انه الفرنسيين حملوا نوع من طرح ما كانوا متبنينه، بس كانه مثل ما نعرف انه هناك مجموعه لبنانيه حملت الفرنسيين نوع من طرح او عرض للسعوديين. هذا العرض باختصار شديد يقول بانه لبنان بلد غير قابل للحكم، وانه التجربه من 2005 لليوم على مدى 18 سنه اثبتت ذلك، وانه مرحله الاستقرار الوحيده بموجب هذا الطرح طبعا يلي عرفها لبنان كانت من 90 الى 2005 لما كان تحت الوصايه السوريه، وهذه الوصايه عبر حكم غازي كنعان وعصمت غزالي اترجمت بلبنان بمنظومه سياسيه. طيب اليوم إذا كان في إمكانية إعادة إحياء هذه المنظومة وحزب الله بيكون الضامن بدل السوري، وهلأ طالما في اتفاق سعودي إيراني ممكن السعوديين يفوتوا على هذه التركيبة تيعيدوا إحياء الكونسورسيوم يلي انعمل مع سوريا بالطائف، وتفضلوا أنتم نقوا رفيق الحريري نسخة 2 بهذه التركيبة. برجع بقول هذه التوليفة يلي حملوها بعض اللبنانيين لفرنسا لنقلها الى السعوديين وجهت على ما يبدو برفض سعودي قاطع، وكان في موقف سعودي بيقول انه مثل ما تفضل ضيفك لا نريد رئيسا سعوديا ولا سوريا ولا ايرانيا ولا فرنسيا للبنان، نريد رئيسا لبنانيا وان يكون مترافق مع كل الرزمه التي يحكى عنها من رئيس حكومه وحكومه واصلاحات. الفرنسيين حاولوا بمرحلة ثانية من المباحثات يمشوا بنظرية الخطوة خطوة، خلينا نبلش بخطوة انتخاب رئيس ومن ثم ننطلق إلى المراحل الثانية. كمان كان في رفض سعودي وهذا أدى إلى فشل هذا الاجتماع حتى الآن. نعم استاذ حسين ايوب، يعني سمعنا الدكتور عبد الله العساف، سمعنا الاستاذ جان عزيز من باريس. بالنسبة للاجتماع الفرنسي السعودي، ماذا لديك من معطيات ومعطوفة على ما تمر به باريس حاليا، يعني من مشكلات داخلية لها علاقة بإضرابات واعتصامات وإلى ما هنالك، كيف سينعكس هذا الأمر أيضا على الاهتمام الفرنسي بالملف اللبناني؟ أولا الشيء اللي قاله الدكتور عساف دقيق، يعني أنه بلغت الأمور طريق المسدود بموضوع الرئاسة اللبناني. طبعا صار في نقاش له علاقة بصندوق المساعدات الإنسانية، وهذا عم بيفكروا بآلية اللي كانوا قايلينه قبل أنه أن لا تصل مباشرة إلى أي جهة حكومية لبنانية، أن تصل مباشرة إلى الشعب اللبناني. بالملف الرئاسي اللي أخذ حيز كتير كبير، واضح أنه الفرنسيين عم بيحاولوا يدفعوا بالمعادلة اللي طرحوها ببيروت في أكثر من مكان اللي لها علاقة، فرنجية مقابل نواف سلام أو فرنجية مقابل نجيب ميقاتي. هذه المعادلة واضح أنه لهلأ السعوديين في مكان آخر. أنا بالمعطيات اللي عندي ما حطوا فيتو على حدا، ما قبلوا يسموا حدا، هن بعدهم عم بيحكوا عن المواصفات. الشيء اللي أنا بدي أوقف عنده هون أنه كمان لازم ننتبه، إحنا وعم نحكي عن الموضوع الفرنسي السعودي أو المجموعة الخماسية، أنه دخل عنصر جديد على الخط وهو الاتفاق السعودي الإيراني. عندما انطلقت هذه الآلية ما كان في اتفاق سعودي إيراني. مع الاتفاق السعودي الإيراني يمكن نلاقي الفرنسيين أكثر حماسة لمحاولة إنتاج تسوية ما بسرعة بلبنان، وهذا بيتعبر عنه من خلال الاجتماع الثاني اللي راح يصير بين الفرنسيين والسعوديين يلي حكي عنه دكتور عساف. وربما هذا الاجتماع يكون مش بالضرورة بباريس، يمكن حتى يصير بالرياض هذا الاجتماع، يعني التواصل الفرنسي السعودي قد يأخذ مستويات، وقال أنه قد يدخل بالأسماء يعني أيضا. بس هذا السبب هون بدي أقول أنه شغلي، كلما اقترب السعودي من الإيراني مع الأسابيع في الأسابيع المقبلة وبدأوا ينجزوا ملفا تلو الملف، سيتراجع دور الفرنسيين. يعني اليوم الفرنسي مقدم حاله هو وسيط بين السعودي والإيراني، إذا بكرة قعدوا السعودي والإيراني ما بيعود في حاجة للفرنسي. وأنا برأيي هذه نقطة ضعفه للفرنسي، ربطا بحسابات الفرنسيين بالشرق الأوسط وموقع لبنان، يعني طموح الفرنسيين يفوتوا على أكثر من ملف.